صباح الخير والسعادة، صباحك سكر زيادة، صباح ما أطقت جميل على كل حبايبنا الحلوين. واللي صباحه مع ماما بيلو أكيد الخير هيجيله إن شاء الله. وأنا ماما بيلو، صباح الخير. صباح الخير يا بغبغ، صباح النور يا ماما بيلو، منور شاشتنا ومنور برنامجنا، وإحنا كمان فرحانين وسعداء إن إحنا معاكم دلوقتي على قناة الصحة والجمال. صباح الخير يا بغبغ، والحمد لله صحينا بدري اهوت وبدأنا يوم جديد نشيط حلو قوي مع فقراتنا الجميلة. انت عارف هنقدم ايه النهاردة؟ ايه يا ماما بيلو؟ هنقدم فقرات حلوة جدا، هنقدم فقرة الحكايات مع ماما بيلو والحكايات وأصدقائنا وحبايبنا الحلوين الصغيرين، وهنقدم كمان فقرة اسمها زغزيغ. ايه 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 هي برافو، ومعانا كمان فقرة أخيرة، فقرة أنا موهوب. أيوة أنا موهوب، أنت موهوب، وبغبغ موهوب، وكلنا كمان موهوبين. انا دبدوب. لا موهوب، موهوب يعني بتعمل حاجة جميلة انت مميز فيها لوحدك. هنشوف اصدقائنا الحلوين الموهوبين في الفقرات في الانشطة المختلفة، شعر، مسرح، موسيقى، رسم، اي غناء، انشاد، كل دول هنشوفهم ان شاء الله مع برنامجنا. وهنبدأ اول فقراتنا مع فقرة ماما بيلو والحكايات، ومع الفاصل دوت استنونا احنا جاي لكم على طول. باي باي. ورجعنا تاني مع اصحابي الحلوين وحبايب ماما بيلو. ازيكم؟ الحمد لله. عاملين ايه؟ الحمد لله. مبسوطه كتير قوي بوجودكم، ومبسوطه اكتر كمان بتوم وجيري. الحقيقه احنا اقنعناهم ان هم يجوا يحضروا معانا الحلقه بتاعتنا ديت علشان بنتكلم على الاخوات، والاخوات مع بعض في البيت، وعارفه قد ايه طبعا بيبقى في حاجات جميله كده بتحصل مع بعضينا. وتوم وجيري الحقيقه هما اكتر اتنين واكتر نموذج موجود في التلفزيون بيبقى ما بينهم ايه؟ لا 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 لا، بس احنا خلاص احنا بقينا حبايب حلوين، اخوات شاطرين، بنسمع الكلام وما بنضربش بعض، ولا ايه؟ صح كده؟ ومعانا كمان اطفال جميله هنتعرف عليهم، نتعرف على اساميهم دلوقتي، ونبدا من اول البنوته الجميله اللي لابسه احمر. نتعرف عليكي لوجي. طب ممكن بقى ندي المايك للوجي عشان تقول اسمها كامل ونعرف نسمعه؟ يلا يا لوجي خدي المايك. لوجي. لوجي، الله. لوجي ايه؟ لوجي احمد فوزي. ايه الجمال ده، اسمك حلو قوي. الصديقه الجميله ايسل محمد محمود. ايسل محمد، برافو، منورانا يا ايسل. صديقنا الجميل ادم عصام الدين صار عد الدان شارة بايدة. اهلا يا ادم، برافو. ايه ده اسمك ده كله حافظه لوحدك، ايه الشطارة دي؟ صديقنا علي اسماعيل علي حرحس. الله، اهلا يا علي. صديقنا اللي بعده، ناخد المايك بس نقرب من نقربه. علي وليد محمد محمود امين. اهلا 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 علي برضو. هو انتوا قرايب صح؟ تمام، اتفضل. صديقنا الجميل اسمك ايه؟ امير. امير، امير. امير ايه بقى؟ ها؟ اسم بابا ايه؟ ايوه اسم بابا ايه؟ بتنادي على بابا وبتقول له ايه؟ نسينا اسم بابا؟ طب هنفتكره اكيد. نشوف صديقتنا الجميله، اهلا بيك يا امير طبعا. اسمك ايه يا جميل؟ أروى اسماعيل علي حرحس. الله يا احلى أروى. واسم صديقتنا الأمورة؟ جنات وليد محمد محمود أمين. أهلا يا جنات، إيه الحلاوة دي؟ كلكم جمال جدا جدا جدا. ودلوقتي بقى عندنا استعداد إن احنا نسمع حكايتنا مع بعض؟ أنتوا عارفين النهارده هنحكي حدوتة عن الإخوات، وقد إيه هنعرف إن الإخوات مهمين جدا في حياتنا وكلنا مع بعض. مين بيحب يسمع الحواديت؟ كلنا. اوكي، وبغبغ فين؟ ده هو بغبغ طار ولا ايه؟ انا يا ماما بيلو. طب يا بغبغ انت فين؟ انا بحسبك طرت. انت كنت مشغول في ايه بالظبط؟ لا انا كنت باكل لب دلوقتي. لا لا لا، مفيش اكل خالص على الهوا يا بغبغ، احنا دلوقتي هوا. طيب حدوتك الجميله بتاعتنا بتقول كان يا مكان وما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. وهنبدا دلوقتي يا بغبغ الحدوته. وقبل ما نبدا الحدوته ايوه هنقول كلنا ايه؟ ماما بيلو، ماما بيلو هتحكي لنا حكايه
فيها فكرة وقصة وغاية. ماما بيلو هتحكي لنا حكاية فيها غاية وقصة وفكرة وغاية. ولا ايه؟ ايوه معانا يا بابا. ماما بيلو هتحكي لنا حكاية فيها قصة وذكر وانتهى. لا لا انت بص يا بغبغ ركز. ماما بيلو هتحكي لنا حكاية فيها قصة وفكرة وغاية. ماما بيلو هتحكي لنا حكاية فيها أزازة وكوباية. لا أزازة وكوباية. تاني يا بغبغ. ماما بيلو هتحكي لنا حكاية فيها قصة وفكرة وغاية. ماما بيلو هتحكي لنا حكاية فيها قصة حكاية. ايوه كده برافو. يلا بينا ونبدا الحكايه بتاعتنا. وحكايتنا بتقول ان كان في طفل جميل اسمه حسام وطفل تاني اسمه جلال، والاتنين كانوا اخوات حلوين بس كانوا للاسف على طول بيتخانقوا مع بعض. طول الوقت بيتخانقوا، طول ما هم قاعدين في البيت يتخانقوا مين اللي يقعد في المكان دوت، مين اللي يمسك الريموت، مين اللي هيتفرج على التلفزيون الاول، مين اللي هيروح يبوس ماما الاول، مين اللي هياخد المصروف الاول، مين اللي هيروح، مين اللي هيجي، مين اللي هيلبس اللبس دوت، مين اللي لبس شراب مين، وهكذا. كل الوقت خناقات خناقات خناقات. هو في ايه ده؟ ايه ده يا بغبغ؟ انا بابا قلبي تعب بيرن. بابا بيرن عليا. لا بابا بيرن يبقى لازم نرد عليه. انا ماما بابا امال انت فين؟ في الجو ده كله في الجو يا بابا. ليه هو الجو زحمه ولا ايه؟ ايوه انا مش سامعك. واقف على شجره فيها شبكه. بغبغ سلم لي على بابا ارجوك. ماشي ماما بيلو تسلم عليك وتقول لك هات لي كيلو لب وانت جاي. لا لا بقى كل حاجه لب لب لب. هو مفيش عندك غير اللب يا بغبغ؟ علشان خاطر بابا بس احنا سمحنا بالتليفون، لكن طبعا احنا هنركز في الحكايه ونكملها. اوكي يا بغبغ ركز معايا ولا لا؟ باي يا بابا. اوكي. وبعدين يا اولاد قلنا زي ما احنا حكينا من دلوقتي ان جلال وحسين دايما ايه بيتخانقوا مع بعض على الرموض وعلى القعده والكلام ده كله، وماما دايما بتتكلم وبتقول يا اولاد حرام عليكم اسمعوا الكلام، انا تعبت كل شويه تخضوني، كل شويه اسمع زيي، كل شويه اسمع خناقات، انا ساعات بتلسع بسبب وانا واقفه في المطبخ اتخض من اللي انتوا بتعملوه. مش معقوله الحياه مش كده، مش كلها خناقات. يسكتوا شويه ويتصالحوا لكن يرجعوا تاني زي توم وجيري. بس توم وجيري زمان. مش دلوقتي. دلوقتي توم وجيري بقى بيسمعوا الكلام وشاطرين وما بيتخانقوش ابدا، ولا ايه؟ صح كده؟ وشاطرين وواقفين زي ما انتوا شايفين في مكانهم، ولا بيجروا كده ولا بيروحوا كده ولا بيخطفوا حاجه من حد. برافو. صح يا بغبغ؟ صح طبعا. لكن جلال وحسام مصممين ان هما يفضلوا متخانقين. مش هينفع. هنعمل ايه؟ اتعودوا على كده خلاص. لدرجة ان حسام لما راح المدرسة كان بيحب اصدقائه كتير. جميل ان احنا نحب اصدقائنا، جميل صح ولا ايه؟ صح يا لوجي ان احنا نحب اصدقائنا، لكن ما يبقاش على حساب ان احنا كمان نتخانق مع اخواتنا. ينفع صديقي يقول لي يا بغبغ؟ نعم. ينفع صديقك يقول لك انك انت تضرب اخوك الصغير علشان تعمل عليه انك انت شخصيه قويه؟ لا طبعا. وانك انت مسيطر عليه؟ ما ينفعش. ما ينفعش طبعا. ولا ايه يا توم؟ صح، مش عشان انت توم وكبير فتضرب جيري وتسيطر عليه باسم انك انت بقى كبير فتضربه. لكن للاسف جلال سمع كلام صحابه والنصيحه بتاعتهم وهم كده صعب مش صح، وقال لهم وقالوا له روح يا جلال اضرب اخوك الصغير عشان لازم دلوقتي تبقى انت الاقوى منه ولازم تبقى مسيطر عليه. فعلا جلال راح ضرب حسام. طبعا حسام صغير وتعبان عليه نفسه فاضطر ان هو ايه؟ ايه بغبغ؟ ضربه ليه؟ علشان صحابه قالوا له اضربه علشان تبقى انت المسيطر. لا كده غلط. صح يا بغبغ؟ ايوه. بتضرب اخواتك؟ لا بضربهم لما بياكلوا اللب بتاعي. مش هينفع. ليه تضربهم؟ هما بيحبوك، اخواتك بيحبوك عايزين يشاركوا معاك. انا بحبهم بس بحب اللب اكتر. لا لو سمحت يا بغبغ بعد اذنك مش هينفع ان احنا نضرب اصدقائنا ولا اصحابنا ولا اخواتنا طبعا. ده طبعا. حسام بقى ركزوا معايا في اللي جاي ده، عشان اللي جاي ده بقى هنا هنعرف ازاي ان الاخوات مهمين جدا جدا في حياتنا. حسام اتضرب من جلال، وجلال حس ان هو قوي وحس ان هو مسيطر لما لقى ان حسام خايف منه،
وابتدى يستغل النقطة دي على طول لما لقى ان حسام خايف منه، وبقى كل يوم يصبحه بعلقة وكل يوم قبل ما ينام يمسيه بعلقة. وماما بقت تتعب اكتر وتتضايق اكتر، مشاكل عمالة بتزيد، لحد ما في يوم من الايام المطرة مطرت زي ما حصلت معانا كده من يومين. ولما المطرة مطرت انا كنت على الشجرة وبليت وريشك اتبل. ايوه بس اكيد كنت جميل. ايوه طبعا. المهم بس ساعة المطر تكون استخبيت بعيد علشان خاطر المطر ما كانتش تغرقك. اكيد انا استخبيت تحت الفرع بتاعي. برافو. لاني جلال ما عملش الموضوع ده. جلال كان ماشي مع اصحابه والمطر عماله بتمطر وبتزيد. أيوة. والدنيا عماله بتشتي اكتر، وبقى في بركه ميه كبيره وكان فيها طبعا شويه طينه. اللي حصل بقى ان جلال كان ماشي مع اصدقائه وحسام كان ماشي بعيد. اول لما جلال خد اصدقائه وتحرك شويه وقرب من الحفره الكبيره يا ادم وقعوا فيها اللي كان فيها ميه. لا اللي حصل بقى يا بغبغ ان جلال وقع لوحده في بركه الميه. يا عيني. بس لما وقع جلال في بركه الميه كل اصدقائه للاسف ضحكوا عليه وقعدوا يتريقوا عليه. لا وكمان مش بدل ما يشيلوه يطلعوا الموبايلات وقعدوا يصوروا فيه ونزلوا صورته كمان وهو مبلول ميه ومبلول طينه على الفيس، وبقوا يتريقوا عليه. عارفين حسام عمل ايه اول لما شاف اخوه صغير اخوه كبير وهو بيقع في بركه الميه؟ عمل ايه يا بابا بينا؟ تخيل عمل ايه. تتوقع عمل ايه يا علي؟ راح وساعده وطلعه. الله برافو عليك برافو عليك. فعلا جري على طول يا توم، جري توم حسام جري على جلال ومد ايده وشاله من الـ من الـ من الـ من المكان اللي وقع فيه. ومش بس كده كمان عمل حركه جميله جدا، هو كان لابس جاكيت حسام كان لابس جاكيت وتيشيرت، قلع الجاكيت بتاعه ولبسه لجلال علشان ما يمشيش في الشارع وهو هدومه مبلوله وفيها طينه عشان زمايله ما يضحكوش عليه. شفتوا ان هو اخوه جميل ازاي حافظ عليه وازاي خاف عليه وازاي ساعده مش واصدقائه اللي قالوا له اضرب حسام علشان تبقى انت المسيطر انت القوي، هما اللي ضحكوا عليه وصوروه ونزلوه على الفيس علشان يضحكوا عليه. في اللحظه ديت عرف جلال ان اخوه هو سنده وان اخوه هو حبيبه وان اخوه لا يمكن يستغنى عنه. ومن ساعتها عمر جلال بيضرب حسام ولا حسام بيعيط، وماما بقت مبسوطه وبابا بقى مبسوط وكلنا بقينا عايشين في هدوء ومبسوطين. لازم نسمع كلام بابا وماما يا اطفال. برافو. ايوه كده زي ما توم وجيري الحمد لله بطلوا خناقات وبقوا شاطرين. ايه رايكم اصحابي؟ ايه رايك يا بغبغ؟ ايوه نسمع راي اصدقائنا في القصه بتاعتنا. اسمع راي انا الاول. يا ترى بيتخانقوا مع اخواتهم ولا لا؟ اسمع راي انا الاول. نشوف كده علي يحكي لنا. علي قول لنا، بتتخانق مع ارو؟ ساعات ساعات لا. طب وايه سبب خناقاتك مع ارو؟ عشان هي ساعات بتزهقني وبتضايق ومعرفش بتاخد الحاجات مني المهمه اللي بعملها. بس ارو لذيذه وصغنطوطه خالص، انت بتاخدي منه حاجات بتاعته؟ بتاخدي حاجته؟ طب ليه مش بتلعبي بحاجتك؟ ليه؟ يعني توم كده ممكن يقرب كده من ارو ويديها المايك وكده ويساعدنا عشان توم شطور جميل هيساعدنا في البرنامج. ايوه. لا اروى. لا اروى. اروى قولي لي بتاخدي ليه الحاجه من الحاجه غير حاجتك؟ واضح ان اروى مكسوفه تقولي السبب. طيب علي قولي ايه اكتر نشاط بتحبي تشارك فيه اختك؟ الرسم والتلوين. الرسم والتلوين. كل واحد ليه اكيد ادواته. انا برسم وهي بتلون. ياه. طيب وانت ما جربتش انت تلون برضو؟ ما هو لازم انت لو رسمت الرسمه تلونها. اي انا بعرف الون بس انا بعرف ارسم اكتر منها وهي بتعرف تلون اكتر مني. تمام جميل جدا. طيب بعد ما عرفنا بعض اراء من اصدقائنا لسه هنتكلم مع بعض اكتر، بس اكيد في الفقره اللي جايه مع فقره زغزيغ. طبعا كلها يقول ايه زغزيغ ديت. الفقره اللي جايه بعد الفاصل هنعرف ايه موضوع زغزيغ. الى اللقاء استنونا. يلا يلا.
ورجعنا بعد الفاصل، واهلا تاني، اهلا مره تانيه باصدقائي الحلوين، واهلا بحمزه. تعرف عليك اكتر يا حمزه. حمزه عصام. والحقيقه حمزه هو موهبه شعريه جميله، هنتعرف عليها دلوقتي لان هو عنده شعر جميل قوي هيقول لنا عليه، وبعد كده نرجع لفقره زغزيغ والاسئله بتاعتنا. اقعد يا ادم شطور حبيبي. يلا يا حموزه نسمع حمزه. اقعد يا ادم. انا ما جئت هنا لكي عن احوالكم اسال، ولا جئت لاثبت انني الافضل، فهذا سؤال في الأركان لا يسأل. أنا جئت فقط للدفاع عن فكرة في عالم فيه حرية الأفكار تقتل. جئت عاملا كل أشيائي لإعلان التمرد على كل مجتمع من بشريته تجرد. جئت لإعلان انتمائي لكل طفل مشرد، لكل طفل من أرضه أطرد، لكل طفل اختالوا طفولته ومن البراءة جرد. وانتمائي لأولاس باسم اللون جعلوهم عبيد، وانتمائي لكل شعب باسم طائفة وعرق أبيد. جئت مرة أخرى أذكركم أنكم مني وأنني منكم. جئت إخواني أسألكم، تخيلوا لو جاءنا الآن جدنا الأول يسألنا عن هذا التغول، هذا التحول، هذا التناحر، هذا التقاتل، هذا الخراب. هل كيف وصلنا لآخر السرداب؟ ماذا سنجيبه يا معشر البشر إن جاء وقال أبنائي ما الخبر؟ ما به الخير فيكم قد كبر؟ ما به الشر فيكم منتشر؟ ما به الحب في الذوات يستغيث؟ ما به الكره بالأرواح يعيس؟ ما بها الإنسانية منكم تغيب؟ ماذا لو ظنه فينا يخيب؟ فكر جيدا يا ابن أبي وافتح فيك ألف بواب. فكر جيدا يا ابن آدم قبل الإجابة. الله، برافو. برافو فعلا. لا بجد الشعر اللي بيقوله حمزة يمكن كان لامس أكتر الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، ان احنا نحب بعض ونبطل خناقات، وان احنا نتقبل بعض بكل شكلنا بكل وضعنا، وان احنا ليه نتخانق، ليه نتحارب. جميل جدا الشعر اللي انت قلته يا حمزة. القصيدة دي ممكن نعرف هي لمين؟ يعني هي تنظيمك ولا؟ لا، لشعر اسمه أنيس شوشان. لأنيس شوشان. ده انت بتحب عموما يعني تحفظ الشعر وكده، ولا مثلا بتضطر انك انت تعمل دوت علشان محتاجينه في المدرسة او محتاجينه؟ لا، دي هوايتي. هواية. جميل، حلو قوي. عندك هوايات تانية غير الشعر؟ بعرف اعزف على الجيتار. بتعزف على الجيتار، ده شيء جميل جدا. برافو. حمزة فعلا موهبة شعرية حلوة قوي. يا بغبغ، يا ترى انت عندك موهبة؟ ايوة. زي؟ انا بكتب شعر برضو. اللي هو ايه بقى؟ طب ما نسمع حاجة كده بقى الشعر اللي بغبغ. يلا نشجع بغبغ يا اولاد. يلا. هي 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 نسمع بقى شعر بغبغ جامد جدا. ست الحتة. نعم. راحت ست الحتة. تاني. ست الحتة. ست الحتة. طارت ست الحتة. هو ده القصيدة او الشعر اللي انت بتقوله يا بغبغ؟ بعد حيوه بعد كده. طيب حيوني. بغبغ ست الحتة وهاتوا ست الحتة دي مش قصيدة يا بغبغ. مليه. لا خالص، انت فاهم الشعر غلط. لا. القصايد والشعر زي ما حمزة قال لنا كده، يعني عايزين نسمع مرة جاية حاجات زي كده. تمام. أوكي. شكرا جدا يا بغبغ. شوف أصدقاء الحلوين، لوجي عندك موهبة؟ ممكن مايك بعد إذنك يا حمزة. قولي كده لمشاهدينا واصدقائنا وكلنا نقول باي باي واهلا بيكم حبايبنا والقرايبنا والاصحابنا كلنا. ممكن نحييهم ونعملهم باي باي. نبص للكاميرا ونعملهم باي باي. باي.
حلو. وندي بوسه كمان لتيتا والجد والبابا والماما. يلا يا لوجي قولي لي بقى. ها ممكن تقولي لاصدقائك عندك موهبه؟ اكيد شكلك بتغني، شكلك بتمثلي، شكلك بترسمي. ها شكلك بتطير زي او بتطير زي بغبغ. ايسل نشوف ايسل، حاسه ان انت موهوبه بايه؟ بتعملي ايه حلو حاسه ان انت مميزه فيه؟ ترسمي كويس؟ انا برسم كويس وبحب ماما وبابا. الله. واختي لما بتقولي حاجه بديها لها وبحبها، ومش بزعل ماما وبابا. ماما بتزعل مني وما بتكلمنيش تاني. برافو. لا يبقى لازم نقول لها برافو 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 جدا. طب نشوف ادم. طيب ادم مش ادم موهوب ان هو مش عارف يقول حاجه، نشوف علي. موهوب في اللغه العربيه بجد؟ اه وحافظ نشيد ده كمان. طب نسمع كده. لغه الفصحى، هذا صفي هذه كتبي تشرق فيها شمس العربي، اهلا اهلا يا مدرستي هيا نقرا احلى لغتي نكبر معها نحلو معها لغه الفصحى ما اروعها. الله برافو. برافو يا علي. شايف شايف يا شايف يا بغبغ، هي دي هي دي المواهب. شوف علي، ما سقفتليش يا ماما بيرو. هسقف لك بس المره الجايه. لا دلوقتي. هي 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 بغبغ بغبغ. نشوف علي. انا بعرف اعمل صوت بطوط. اه تمام. طب نسمع كده، ده احنا نخليك معانا بقى في مسرح العرايس. قول كده. يلا ايه الجمال ده؟ لا يبقى المره الجايه بقى لازم تبقى جنب بغبغ. برافو برافو يا علي. ونشوف امير ايه الجميل. امير. طب اروى، اروى عندنا حاجه نقولها؟ ايوه حافظه اغنيه. طيب نشوف أروى. جنات الجميلة. رأس كمان. وبتعرفي تلويني؟ بتعرفي؟ مش حافظة أغنية؟ طب إيه رأيك تحلي معانا السؤال ده؟ في فقرة زغزيغ هنزغزغ عقلنا بشوية أسئلة، أتمنى إن أنتوا تعرفوا تجاوبوها. وبغبغ هسألك. أنا معاك يا بابا بيرا. طب إعمل حسابك السؤال دوت، هسأله. ماشي. هسأله الأول أصدقائي وبعد كده هقابليها أشوفك إذا كنت عارفه ولا لأ. سؤال بيقول إيه هو الحيوان اللي ملوش صوت؟ الزرافة. الزرافة. برافو أيسر. يلا كلنا. طيب تعرف تقولي يا آدم الشبل، عارف الشبل؟ الشبل آه، الشبل الصغنطوط ده ابن مين بقى؟ ابن بغبغ. يعني احنا نقول لك يا ابو شبل؟ لا طبعا. الشبل مش ابن بغبغ، الشبل ابن ايه؟ ابن ابن حيوان مفترس اسمه ايه؟ اسد. برافو يا ادم. يلا كلنا نقول له ارفعكم من الاسد. في سؤال بقى تاني صعب جدا، واكيد بغبغ شاطر هيعرف يجاوب عليه، واكيد صديقتنا كمان هتجاوب عليه. ايه هو اسم النبي الذي امره الله بصنع السفينه؟ اقول لك اختيارات؟ اوكي نقول اختيارات لصديقتنا. نوح عليه السلام، زكريا عليه السلام، ادريس عليه السلام، ايوب عليه السلام. ايوب عليه السلام. نختار مين؟ ادريس. صديقتنا جاوبت غلط. نوح عليه السلام. صديق سيدنا نوح. او اتفضل يا دم. فين؟ ايه بره. او هتخرج الناحيه اسمع كلام عمرو. سيدنا نوح عليه السلام. ادم تلقائي جدا وجميل جدا. طب سؤال بقى كمان زغزغ دماغك شويه بقى يا بغبغ، عشان السؤال ده هنختم بيه فقرتنا، فقره زغزيغ. هنشوف مين شاطر اللي هيجاوب الاول. اوكي السؤال بيقول ما هو اسم
أبو النبي سيدنا يوسف عليه السلام. يعقوب. برافو. ويلا بقى تحية كبيرة جدا. هي برافو. شكرا جدا يا بغبغ وجودك معانا. شكرا أصدقائي الحلوين لوجودكم معايا، وشكرا جدا لمشاهدينا ومتابعينا، وأتمنى إن شاء الله تتابعونا تاني أكتر مع فقرات تاني كتير ومواهب أكتر، وإن شاء الله نلتقي بكم الحلقة الجاية. مع السلامة. ماما بيرا. باي باي. 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 باي.